والله ما حل يعني، ما مركبات ما حل يعني، البنزين يعني اكو بنزين ماكو بنزين هي هوس عليها، الله وكيل. واسم سنها مركبات استلم اليوم بعد يوم يومين على ما لو استلم لو ما استلم الكربون. ازمات بس بالموصل عندنا هسه من تعبر حمام علي فوق كل هالبنزينات مسيبه، اي بنزينات فول غاز وايل بنزين اي شيء تتفول فول. يزيدون حصه البنزين ليش هيك؟ صار سوى 3 ملايين بس هم 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 ازمه بعد هسه ازمه 3 ساعات 4 ساعات من تقعد على البنزينه. ايش قصر لك بالسروال؟ تقريبا 3 ارباع الساعه وبعد رقمي اني 40 40 ايه زين. انت راضي على البطاقه الوقوديه؟ والله كتوزيع شوف خاليه حاليا يعني المناطق البنزينات حاليا يعني ماكو ازدحام حاليا ماكو ازدحام على البنزينات. اذا تمشي شغله نظاميه وعلى البطاقه كل يومين وثالث حاليا اللي يستلمون يقولون زين. قبل كنا ندخل حالنا حال الرجال بس هسه هم يسمحونا بس صارت هاي المال كوبون يعني احتمال كل المحطات تتحول كوبون فاني مضطره انه اطلع الكوبون. شغله الكوبون هذه بيها روحات وجيات واحنا موظفين. نتمنى اللجان يعني تفتر على الدوائر. والله يا ريت يعني عن طريق الدائره يجون عنده جهاز سكانر شيء المستمسكات نفس بطاقه النخب شلون فعلوها بالدوائر تقل الزخم. احنا بلد النفط المفروض احنا ما نوقف سرعة. ازمه يعني. الوجبه الثانيه وصلت؟ نعم الوجبه الثانيه جت وانطلقت وباشرنا بتوزيعها. تمام. احكي لي شلون احنا يتم التوزيع؟ يتم التوزيع اخذ المستمسكات الاصوليه من المواطن اللي مسجل على البطاقه الوقوديه وبعدين نقوم بسحب البطاقه وعمليه التفعيل ومن ثم نسلم البطاقه ويذهب الى المحطه اللي يفول. ليش بعض السواق يشتكون يقول لك يسلمون البطاقة بس هي من يروح يفول البنزين ما مفعله؟ اكو اخطاء بالبرنامج بعملية فارد يجي نصلح له الكود مالته فيطلع يستلمه ماكو اي اشكال بالموضوع. نعم. يوميا كم مواطن تمشون؟ والله حد البارحة احنا ممشين تقريبا 4000 بطاقة وقودية معدل بيوم 300 الى 350 بطاقة. الى الساعة ايش قد تبقون بالدوام؟ احنا الساعة 10 بالليل. التوجيهات. شنو مشاكلكم؟ مشاكلنا شوية صار فترة هالفترة شوية زخم إن شاء الله نقضي عليه وما يضل أي زخم.